الرحمن الرحيم. يعني هذه مقابلة يعني تجريبية بمناسبة عيد المرأة. نتمنى على الله نكونوا في المستوى ونشرفوا الكرة المغربية ونكونوا في واحد المستوى اللي هو قوي اللي تنظهروا فيه في البطولة يكون تافه هذه المقابلة. حيت عندنا مقابلة هذه كنا تنتمناو بحال المقابلات يكونوا كثير باش ترفع المستوى ديال الإناث ديالنا ولا ديال المنتخب ولا البطولة المغربية، ونديروا إن شاء الله شي ماتش كبير اللي ربما يلتفتوا المسؤولين لهذه الكرة النسوية شوية ويكون واحد التشجيع واحد المبادرة باش نكون إن شاء الله في قمة، وكنا نتمناو تكون الكرة النسوية. بالنسبة لهذه المقابلة كيف تشوفوها؟ يعني كما قلت لك هذه مقابله بالنسبه لنا حنا هي نشوفوا فيها نيت المستوى ديالنا الحقيقي، هذا اللي حضرنا به البنات. قلنا لهم ما تكبروش المقابله وما تصغروهاش، لعبوا اللعب ديالكم وان شاء الله ويكون الخير، ونتمنى على الله حنا طايقين في يعني الاناث ديالنا تكون مقابله جميله ان شاء الله مع الملعب تساعد على يعني كره القدم. نتمنى على الله تكون مقابله جميله وفيها اهداف.